مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا الموضوع ديال الهجرة السرية اللي وقعت بالجديدة، حوالي 57 ضحية في الأخير تلقوا 37 والبقية في عدد المفقودين، شهد شاهد من أهلها. معايا زكريا اللي عاش القصة من الأول تل الأخر ديالها. زكريا عنده مجموعة من الردود الناتجة عن الحريق في أماكن من الجسم ديالو، عنده معلومات على أيوب اللي الأم ديال أيوب حدايا تتحصر فينا وولدي، واش هو ميت ولا حي. مجموعة من النقط غنشوفوها مع زكريا، تبعوا معايا. زكريا كتبكي، وماذا شعرك قليلة زكريا، عاود لي من الأول زكريا كيفاش جات هذه الفكرة، تا أشنو اللي وقع، تا كيفاش نجيتي أنت وأيوب اللي هو صديق ديالك مازال ما تلقاش، عاود لي. خو احنا مشينا من جديد، ركبنا حنايا كندير معنا الحراك شي 29 واحد غنمشيو في الفلوكة. من بعد كنتفاجئوا كنلقاو شي 60 واحد، منهم نيت جوج ولاد دربنا رجعوا ممشاوش. احنا تحطينا في امر الواقع، يعني كتركب صح كتركب في الفلوكة. دخلنا الفلوكة، دخلنا وسط البحر، ضربنا ما عرفت شي نهار، خسر لينا الموتور، ناس بداش كتسطى، ناس تسطاش، ناس كتقول لك نمشي نجيب الماء ونمشي. كتلاح وسط البحر، يعني اللي تلاحش هنا ما كتبقاش تلقاه، كيبعد كيبعد منك البحر. ايوه انا كيقول لي انا جيت ريح معك شويه، شت ريح معك شويه، وليتي شادني حتى لهاد الوقت، خليني نمشي لدارنا، دارنا مخلوعين ليا. كنقول لي ايوه رحنا وسط البحر اخويا، ايوه رحنا وسط البحر، وقد معايا راسك اخويا، انا محتاج لك دابا، انا محتاج لك دابا، توقف معايا. كيقول لي شمال البحر كتهضر عليه، تلاح المرة الأولى جبتو، تلاح المرة التانية جبتو، مرة التالتة جبتو، 3 أيام مشفتش الناس، ربي جبتني وخلاني في القوة ديالي، مبقيتش كنعاني مع الدراري كاملين، ماشي غير مع أيوب، عانيت معاهم كاملين. كنجبد بنادم نعس فوقو، نعس شي نعس فوق شي، لكن اللي تحت كيتخنق كيولي كينين، كنجبدو، عانيت مع الدراري كاملين. دخلنا وسط البحر، خسرت لينا الجي بي اس، خدم لينا الموتور، خدموا لينا واحد الدري رماس رجبناه معانا سيكليس، هو اللي خدم لينا الموتور. من بعد كنتفاجئوا حجر ديال الجي بي اس دخل ليه الماء ديال البحر، صدى مبقاش باغي يخدم. ديك الساعة ضاربين يومين ديال الطريق، صافي تلفنا، بقينا عارفين روسنا فيه. انا كنت حداه، قلت ليه قصد لينا الباطو غير نتقوتو، ولينا كنشربو الماء ديال البحر كتشلل بيه فمك، حيت نسالك كينشف، مكيبقاش عندك الريق، الريق مكيبقاش عندك، يعني الجسد واقف، ولكن يعني بنادم كتوصلو للموت هنا كيبدا يضحك. بقينا دوك الافلام، انا حاليا دابا عايش غير بالدواء، كنشرب الدواء باش نعس، كنشرب الدواء باش نعس، وما كيبغيش يجيني النعس. ملي كنتفكر ايوب، كنتفكر هداك الضحك ديالو، فوج علينا صلى بينا، كنتفكر هداك الضحك ديالو كيفاش كيضحك معانا. باقي عندي فيديوهات حاليا في التليفون ديال اللي شادين ليا جونار، كنتفكر هداك الضحك ديالو فوج علينا، وفاش كنا غاديين كان مخلوع مسكين، كنصبرو فيه، كنقول ليه ايوب ان شاء الله راه غنوصلو. قلت ليه غنمشيو عند ختنا نجوا، وكنهضر مع اختو نيش، كنهضر معاه، قلت ليه راه غنمشيو عند ختنا وغتهلا فينا، ما هادشي كامل غيبقى تعاويد. من بعد كنتفاجئو الموتور سكت، بقينا حدا داك الباطو مساكن، لاحو لينا الماء، لاحو لينا الخبز، الله يجازيهم بخير،
لا حلنا الخبز لا حلنا الما تقوتنا شوية، كنفيق بنادم سخفان كنزز كنحل ليه فمو كنخوي ليه الما كترجع فيه الروح. من بعد بقينا ما عرفتش 6 سوايع ولا ما عرفتش، عند جات العمارين طلعتنا بالواحد بواحد، وصلونا. من بعد جات لامبيلونس هزتنا مشينا لسبيطار مولاي يوسف، بلاصة ما كتلقاهاش، بنادم طيب وكتنعس جوج في بايص، انا نعسان وصاحبي في بايص واحد. زكريا عاود ليا ملي تحركتي تحركتي انت وسط الماء. مبقيتش حاسب بشي حاجة، سميتها الحركة، باغي نعيش. الوحيد اللي بقيت شاد ومتشبت بالعايش، مبغيش الموت. الوحيد اللي تخيل معايا الجهد ما بقاش عند بنادم تبش باش يديماري موتور. الوحيد اللي بقيت كنحيد ليهم في الماء، كنحيد ليهم في داك الليسانس، كنحيد ليهم في داك الليسانس. الوحيد كلشي مريح كيتسنى في الموت. الوحيد اللي بقيت متشبت كنقول غنعيش، انا باقي غنعيش. العلاقة اللي عندك مع هاد السمسار باش عرفتيه؟ اللي كياخد من عندكم 3 مليون للواحد واللي داكم جديدة وعطاكم شي بيوتة وكيقول لكم بلي غتخرجوا دابا ما غتخرجوش دابا. هاد السمسار ما كنعرفوش، علاقتي بيه بدات بواحد السيدة كانت كتسكن حدانا، ديجا صفطت ولدها. مشينا جات عندنا، جات عندنا المحمدية، هي كتسكن في طنجة، جات عندنا المحمدية عطينا قالت لنا فلوسكم مضمونة، يعني الريال ما غيمشيش ليكم، وغتشو منفسين وغتشو غتسدو 20 واحد في الفلوكة. انت باش عرفتي مصيفطة ولدها هي؟ انا حيت ديجا هضرت مع ولدها في الماسنجر، وقال لي راه غاتجي عندكم الوليدة. يعني هادشي كله كلام، انت عندك شي اكيد انك تعرفها هي نيت بصح هذاك ولدها؟ الي زابيل كاينين لي زابيل دارتهم مع الدري اللي رجع، كاينين كلشي، كاينين الأدلة. اش كتقول هي في هادشي دابا؟ بحالاش هادشي دابا اللي وقع هي ضامنة وهي اللي كانت كتهيئ للسمسار هادشي ومشاركه في هادشي، اش كتقول دابا الان ملي تلقاو هاد 37 بينهم انت اش كتقول ليا في هادشي دابا؟ اختفات اختفات ها المقول اختفات هي، مبقيناش لقيناها، اختفات مبقيناش لقيناها. هذاك اللي كان كيسوق بيكم كيفاش حسيتي انت انه هادشي راه ما غادي لا سبليون لا والو وتيدور كما سمعنا في تصريحات اخرى كيبقى يدور تما وتيهدد وغادي ينطقوا بهاد الزودياك وغادي ندير باش كلشي يموت؟ انا حيت لي ربعات الماس اللي حيت لي، وكيدور وكيطلع الدراري الما بالعاني، كعاد نسالو لدرجة دراري صغار صبيان عندهم شي 14 عام، هما والديهم كيبداو عليا عمي زكريا سير حداه سير حداه سير حداه، كنحيد ليه يدو من الموتور بز. هو عايش هو عايش وكان معاكم تا هو مع دوك 37 تا هو تلقى عند السلطات، هو ما تاداش ليسانس، ما صور منه الحق لا باطل، ما تحرق ما والو، هو عند السلطات. هاد القضية ليسانس وهاد انه هو ما تحرقش، الجواب ديالك انت كيفاش هو كان كيهيئ هادشي وكيفاش دار ليسانس كيفاش تخلط مع الماء كيفاش شعلت العافية هاد الطريقة واش كان كيتعمد هو هادشي؟ ما شعلتش العافية، كذوب كذوب اللي قالك شعلت العافية. من كترة الزحام والبادة ديال ليسانس كيريح فوقهم بنادم شي فوق شي، تحلو تطلق ليسانس تخلط مع الماء ولا بحال لاصيت كياكل الملهد من لحمه. هو قال لهم انا مولف كيصور مني والو، قال لهم وفعلا صور منه لا حق لا باطل، ما تحرق ما والو، راجل كبير هو ماشي جون. لا ماشي هو السمسار اللي كان معكم في الجديدة؟ لا
هذا الدور ديالو هو يركبكم ويديكم. السمسار اللي كان معنا في جديدة هو اللي خدم عندنا الفلوس، هو اللي كان معنا في الدار، الدار اللي مشينا لما فيها. ولكن هو كما قلتي، واش خديتي انت عطيتي الفلوس لهذيك اللي هي وسيطة من طنجة، ولا عطيتي الفلوس للسمسار مباشرة؟ فلوس السمسار مباشرة، هي هيئات لك باش تمشي لعندو. باش نمشي لعندو وعطاتنا النيميرو ديالو، قلتنا غيتلقى ليكم في الجديدة. فعلا تلقى لينا، ريح معنا في قهوة، هضر معنا، هضر معنا، هضرنا معاه، مشينا هزونا البرادواش، هزونا من واحد البلاصة هزونا من تما، مبقيناش عارفين روسنا فين، لا ريزو لا ما كيسقيوه لينا، من تما مبقيناش عارفين روسنا فين. حتى النهار غنمشيو، جعدنا قلنا جمعوا حوايجكم راكم غتمشيو السمسار، يعني حتى هو عايش معانا في هذيك الدار، اللي دخل هذيك الدار ما خصوش يخرج. سؤال اخير، انا عارف الوضع النفسي ديالك وعارف مجموعه من الامور، وكنشكرك انك سعه الصدر ديالك وكتساعدنا باش هذه الرساله نوجهوها للمغاربه يعرفوا الخطوره والابعاد ديال هذا الشيء. السؤال الاخير اللي عندي معك يا زكريا، وانا قريبه لي الام ديال ايوب، اعز الناس، صديق ديالك، كبرتي انت وياه معاك في المحمديه. السؤال هو اخر اللقاء، اخر المراحل الاخيره في اللقاء ديال قبل ما يتلاح هو والزودياك هذا، كيفاش كانت الوضع؟ مشوش اخر لقاء عندك شوف كيف اش كان بكي انا ويا كنصبر فيه، كنقول لي حنا غنمشيو راه غنوصلو، كنقول لي راه غنوصلو اخر لقاء معاه، هو تعالك شنو هو بدينا كنبكيو من بعد انا سقطت الوعي. من بعد انت لقيتي بانه ما كاينش هو؟ الصباح نعسوني الدراري، شتوني الدراري ولد من نعسوني من الصباح، كنفيق كنسول عليه يقولوا لي اش دراري ولد السبت، كيقولوا لي راه تلاح بالليل. مشاهدينا الكرام، من اصعب الاشياء والله العظيم انك تناقش هذا الموضوع، هذا منين اصعب الاشياء والله، صافي القمه في الارتباك. انا الاول منين غادي نبدا هذا الموضوع؟ اش من زاويه ما غاش نناقشوا من الاطار القانوني ديالو، التجاره المباشره بهذه الطريقه من بعد اللي كيشوفوا نفسهم هما مسلمين، هذه المساله الاولى. من اجل المال 3 مليون، 4 من اجل الولوج للضفه الاخرى، لاسبان، حياه فارهه، استغلال ديال الشباب فهاد كذلك دور الحكومه في هذا الموضوع، هذا التتبع. لقينا الشحن البديل، لقينا الشحن البديل، لقينا البديل. كاين شي واحد غيهرب من بلاده، كاين شي واحد غيهرب من بلاده وغيهاجر بلاد الناس باش يخدم، لقينا البديل. الا سلامتك، ما غاديش نضغطك اكثر من هكا. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع، زكريا يروي وبحرقه والوضع النفسي ديال الله عز وجل اللي علم به، اللي عاش الايام كلها هو في البحر. 57 شخص، 37 طلقات بالتدخل ديال رجال السلطه المختصين بطبيعه الحال، والبقيه موضوع النقاش. مشاهدينا الكرام، انطلاقة في الموضوع من أيوب اللي هو أحد المختفين 34 سنة، الهدف الأسمى ديالو حسب التصور ديالو، حسب التحليل ديالو، حسب الظروف والوقائع وبعض الإشكاليات اللي كيعانيو منها الشباب في التشغيل بطبيعة الحال، اللي كيكون واحد الحلم ولكن الضريبة ديالو تبعتوها معنا. مشاهدينا الكرام، كل من ساهم أو ساعد في مثل هذه السلوكيات، القانون لن يكون رحيما مع هذه الفئات. مشاهدينا الكرام، في خضم الموضوع، الأم تتحسر على أيوب، سمعت هذا الكلام من عند أقرب الناس ليه اللي هو عاين الأمور وتبحث عن أيوب، سواء كان حيا أو جثة، أنها تدفنه كما قالت لنا الأم. مشاهدينا الكرام، غادي نشوف شاب آخر عانى، غادي يحكي لنا، تبعوا معايا.